السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا قلنا دردشة من الحلقة اللي فاتت والتليفون فصل عشان الاذان، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه، في حاجات مش لازم نسأل ليه وعشان ايه، دايما نسيب الحاجة لله في الاول وفي الاخر. يعني في اولا في ناس بيبقى ربنا كرمها وفي ناس تاني ربنا مش مديها، فيقول الله هو ده عنده كذا وانا ليه ما يبقاش عندي. لما انت اشتغل وهيبقى عندك، بعد ما تبصش لغيرك دايما بص للي في ايدك، ما تبصش في ايد غيرك، دي جزئية. وبعدين ما حدش يقول ده حاجتي، ده ملكي، مش حاجة اسمها ملكك ولا حاجتك، الملك كله ده بتاع ربنا سبحان الله وتعالى، لان احنا كلنا بنخرج منها كما ولدتنا امنا، ما حدش بياخد حاجة معاه. فدايما نقول الحمد لله، واللي ربنا مدونا نشكر عليه ربنا، لان في ناس بتموت سبحان الله، في ناس يعني بتجيب بتاخد من هنا وبتاخد من هنا وبتكنز ويبقى عندها بيوت وعندها فلوس وحياتها بتبقى مبسوطين جدا، ومع ذلك يقول لك انا معيش حاجه، انا ما عنديش فلوس. ولما يجي يموت للاسف بتطلع مواهب مليان، عنده فلوس وعنده. طب انت ليه كنت بخيل على نفسك كده؟ فاهمين؟ فانتوا بصوا للي في ايديكوا دلوقتي، ومحدش يكنز، انت مش دايم لبكره، يعني انت مش هتدوم او هتعيش بمزاجك، مش فلوس هتدفعها عشان ترجع لو مت ترجع تاني، لا. الا احلى حاجه ربنا عملها الموت والحياه، ده من عند الله، اللي يموت ما بيرجعش تاني، بس اعمل حاجة كويسة عشان تنفعك. وخلي بالكم اللي بيعمل حاجة في الدنيا بتنفعه مش في الدنيا، مش كمان في الاخرة. يعني كتير قوي يقول لك ايه ده، انا كنت ماشي وعربية كانت هتخبطني بس ربنا نجاني. عارف ليه؟ عشان انت عملك كويس، ربنا بينجيك، فهو ربنا بينجيك في الدنيا قبل الاخرة. لما تعطف على ولد يتيم او بنت يتيمه ده جزاتك عند ربنا، زي ما قال كده ايه اسماعيل ياسين في الفيلم بتاع الفانوس السحري، الحسنه بعشر امثالها. وده فعلا انت النهارده دفعت جنيه ربنا بيديهولك اضعاف مضاعفه. شفت الجمال عند ربنا ازاي؟ عارفين حتى لو بكلمه، يقول لك الكلمه صدقه. فعلا انت لما تجبر بخاطر ايا كان واحد غلبان بكلمة بس صدقة، يعني انت حماتك متأزمة منها ولقيتيها تعبانة، ما روحش اقول يا رب تموت عشان نرتاح، لا حرام، ما انت اللي شلتي، انت بعدها تاني يوم بالظبط تلاقي نفسك انت اللي تعبانة وانت اللي بتموتي. لا، ده انا اقول ربنا يشفيها، ربنا يشفيك ويقومك وتبقي ان شاء الله كويسة. عارفة هي عندها هتبقى حاجة كبيرة، هتبقى كويسة معاك. فدايما عاملي بالحسنة، ما تخليش الشيطان يضحك عليكي، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. ودايما خليكي ايه، بصة لقدام، واعملي اللي ربنا يرضى عليكي ضميرك. في برضو ناس تانية بيبقى أبهاتها ماتت، خلاص ابويا مات يبقى انا بقى كل حاجه، وانا اخبط في ده واخبط في ده، ولو عنده اخوات يضرب ده ويضرب ده. لا لا لا، ليه كده؟ ده انت المفروض اخواتك دول تطبطب عليهم وتبقوا كويسين، علشان بره الناس مش هتاكلكم، الناس لو لقيتكم بتاكلوا ببعض هتيجي كمان هي عليكم. لا، ده انا اقوي اخواتي لو واحد كبير فيهم، بس كلنا نبقى مشوره مع بعض وناخد بعضنا كده ونحب بعض، ونفتكر ان ابونا وامنا دول هما اللي ربونا ولازم يربونا صح، يبقى هما ربونا صح، عشان كده احنا طالعين صالحين وكويسين.
ولو برضو حد مامتها ماتت الدنيا ما بتتهدش. اولا في الاول وفي الاخر دي اعمار، كل واحد وليه وقت وليه معاد. يعني ممكن وانا بتكلم دلوقتي السر الالهي يطلع، فدي حاجة من عند الله. فاحنا ما نعرفش، الموت ده مش بيجينا بميعاد ولا وقت محدد، الوقت ده بتاع ربنا والميعاد ده بتاع ربنا. يقول لك في واحد كان ماشي وفجأة وقع، بيحسبوه مغمى عليه، جابوا له ميه لقوه متوفي نصيبه. واحد بيبقى راكب عربية، بصوا في كتير يعني. وعلى فكرة الأيام دي كمان حاجات كتير قوي صعبة على النت ومفاجآت كده، يعني موت مفاجئ. يعني أنا لسه والله امبارح بنت وولد معرفش في حمام سباحة، اخوات يعني الاتنين اخ واخت، توفوا بس يعني في حمام سباحة. تخيلوا ولد وبنت زي القمر، ومجموعة برضو بيلعبوا كورة قدام العمارة بتاعتهم او البيت بتاعهم، بس ايه بقى نظام اهاليهم عاملين زي فتحة كده في الارض، ان بحيث تبقى بعيد عن العربيات. شوف سبحان الله، هي تقريبا في دولة بره بس مش متذكرة فين. المهم هم عاملين زي فتحة في الارض، وكلهم اطفال يعني اعمار 10 سنين تقريبا، وبيلعبوا بالكورة. وبصوا خلاص بقى هم عارفين ان كده ما فيش اي حاجة، وان العربية عمرها ما هتيجي عندهم، لان هم يعني هم تحت كده زي ايه، زي قاع عاملينه ليهم بحيث العربيات تعدي تبقى بعيد عنهم وما يبقوش عند العربيات ولا قدام العربيات. تخيلوا العربية تيجي سريعة تروح تنزل في القاع اللي فيه الاولاد، يروحوا ولدين توأم يموت والاتنين اخوات. يعني شوفوا القدر بيعمل ايه، يعني شوف الاهالي فكروا يعملوا ايه. وشوف لما يكون الموت خلاص الولدين دول جايلهم، اصل الموت ده ما فيهوش مفر. فبنقول في الاول وفي الاخر الحمد لله احنا راضيين باللي ربنا يقول علينا. يعني واحده برضو بتولد وبتقوم وبتبقى زي الفل، ربنا يا رب كل واحده دخل على أولادها تقوم بالسلامة إن شاء الله. وربنا يا رب يرزق كل مشتاق، واللي عايزة تتجوز ربنا يراضيها برضو وتتجوز، واللي عايز يتجوز برضو أي شاب ربنا يراضيك، يراضيك يا رب ببنت صالحة وتكون كويسة. وأهم حاجة تكون حنينة برضو على أمك، أمك دي هي اللي ربتك وكبرتك وعلمتك. لو انت بنت عايزها وهي مش عايزة امك يبقى بلاش منها، لان امك دي هي ثم امك ثم امك، بعد الام ما فيش تاني وما حدش بيعوض. ولا تقولي لي خالة ولا تقولي لي جدة ولا الكلام ده، هي الام لن تتكرر، ولا الاب على فكرة، والاب ما بيتكررش. ولا تقولي لي خال ولا عم، الاب بعد ما بيموت صدقوني الحياة برضو بتبقى صعب جدا، بس لازم نكمل حياة، لان ربنا هو اللي عايز كده. كلنا كل طفل صغير بيموت، كبير صغير كله، دي سنة الحياة. ربنا جعل الناس دي تبقى موجودة في الدنيا عشان تعمر فيها، عشان اللي يجوا بعدكم يعرفوا ان الناس دي كانت كويسة وكانوا عاملين عمار في الدنيا وحياتهم تبقى حلوة. انما حد هياخد حاجه معاه، محدش بياخد حاجه معاه. بندخل الدنيا دي معناش حاجه، ولما بنخرج برضو منها معناش اي حاجه. ده في ناس والله العظيم، والله في ناس لما بتيجي تخرج من الدنيا ما بتلاقي الكفن حتى، للاسف ولاد حلال بيجيبوا لها الكفن. سبحانك يا رب، ان في التوقيت ده ربنا بصوا بيحنن قلوب الناس. يا رب دايما يجعل كلنا في قلوبنا رحمة، ويجعلنا دايما مستورين في الدنيا وفي الآخرة. ودايما خلوا قلوبكم على بعض، والأخ ما تشيلش من أخوك عشان مراتك. مراتك دي
بص كده هتلاقيها هي بتود اخواتها وعامله ود جامد مع اخواتها. انت بقى اقعد شويه وفكر، طب ما دول اخواتي برضه، يبقى انا اعمل ود مع اخواتي، ما اكرهش اخواتي عشان مراتي. ده بالعكس، انا اقول لها ما انت بتحب اخواتك اهو، وانا كمان بحب اخواتي، دول اللي اتربيت في وسطهم، دول اللي ابويا وامي قالوا لي خلي بالك عليهم. فدايما نفهم ونستوعب، دايما مرات الاخ دي دايما ساعات بتبقى شريره. لا ليه تبقي شريره؟ ما خليكي حلوه. فدايما خلوا حياتكم احسن، اصل انت النهارده مش عايشه، محدش عايش ولا حد هيدوم فيها، كل واحد وليه وقت. زي لما يكون واحد ايه، او مثلا حد بيسرق، يعني في ولد انا اعرفه، يعني ولدين وبنتين وامهم حرضوا على سرقه، الولدين مش هقول لك ولدين صغير، لا ده شحطه وكبار، والبنتين برضو شحطه، والام يعني مش عايزه اقول لفظ، يعني غير حسبنا الله ونعم الوكيل فيها، عشان لا هي عرفت تربي ولا هي اصلا اتربت كمان، فحرضت ولادها ان يسرقوا، تخيلوا. وللاسف اللي سرقته جوزت بنتها بيه، يعني خدت من السرقه بقت تجوز بنتها، والاخين العجلين دول بقوا يدوا لاختهم اللي اتجوزت. طب ما انت يا عجل انت وهو، انا اسفه يعني في اللفظ، ما انتوا تشتغلوا وتجيبوا وتتجوزوا بقى اختكم، ولا تجوزوا، ولا تروحوا تدوا لفلان ولا تدوا لعلان، بس ما تسرقوش، لان السرقه دي انتوا هتلف عليكم، هتتحاسبوا في الدنيا قبل الاخره. يعني انت عملت نفسك ناصح وسرقت، اي نعم الشخص اللي انت سرقته او البني ادمه اللي انت سرقتها هي مش شايفاك، بس ربنا شافك وانت اتعميت، مش همك ربنا كمان. شوفوا الجبروت وصل لفين، يعني لا الام ولا الاربعه عيالها دول همهم ربنا، تخيلوا العمى وصل بيهم لحد فين، ما هم مش شايفين خلاص، اتعموا ما بقوش حتى شايفين ربنا. فاكيد ربنا لسه العقاب جاي لكم، بس ليه وقت هيبقى صعب جدا، انتوا نفسكم مش هتستحملوه، لان هو ربنا اللي قال كده، اللي بيسرق وحاجه مش بتاعته وحللها وخدها ليه، ما خدش الا نار، نار بتاكل في جسمه بس بتاكل بالبطيء. فسبحان الله، اللهم اكفنا شر الحرام، وكفينا كمان شر ولاد الحرام. طولت عليكم، بحبكم في الله، اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.